السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سواح أبو بودي من مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا المقدمة بقناتنا على اليوتيوب، حلقة علاج الوسواس القهري وسيطرة الأفكار. كتير جدا اتعرضوا في فترة من فترات حياتهم للوسواس القهري بأي نوع من أنواعه، بل هناك أشخاص مروا بأكثر من نوع للوسواس القهري. طيب خلينا نبسط الموضوع، نقول إيه هو الوسواس القهري. هو وسواس مسيطر أو فكرة مسيطرة على العقل. المصاب بالوسواس بيبقى متأكد إن هي فكرة سخيفة، لكنه واقع تحت تأثير إلحاح من العقل للفكرة دي، ودايما هي اللي شغل تفكيره، هي اللي ظاهرة في حياته، هي اللي مسيطرة على عقله ومسيطرة على برنامجه اليومي ومسيطرة عليه في كل الأوقات حتى في أحلامه. هناك ممكن تلاقي شخص عنده وسواس موت، طول الوقت حاسس إنه بيموت، بل بيوصل كمان لما يتأخر في علاجه إنه يوصل لحالات الهلع، وتلاقيهم في المستشفيات وهنا وهنا، والأطباء يأكدوا إن هم معافين ما عندهمش أي شيء طبيا، لكن هو الفكرة مسيطرة بشكل تام. دايما تلاقيه كئيب، دايما تلاقيه بيعاني. هناك من تلاقيه مثلا عنده وسواس نظافة، يغسل ايده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبرضه شاكك وشاكك في نظافته، وياخد شاور ويرجع ياخد شاور، وشاكك في كل حاجة. اوكي، هناك من عنده وسواس جنسي، وفي اللي عنده وسواس في الدين، وفي المهم ان هي حسب الفكرة مسيطرة وشدتها، هنا بنقدر نحدد نوع الوسواس القهري اللي هو مصاب بيه. الشخص اللي عنده وسواس قهري، يعني ربنا يشفينا جميعا ويعافينا، انا عارف ان الموضوع قد ايه صعب، مر علينا كتير جدا جدا، وتعايشنا مع حالات كتير جدا جدا. الموضوع بيكون مؤلم، بيكون مدمر بمعنى الكلمة. شخص حياته متوقفة، أنا بتكلم عن الناس خاصة اللي بيبقى عندها وسواس جنسي أو وسواس موت، هم أشد حالتين في الوسواس، الوسواس الجنسي ووسواس الموت. تمام. الفكرة المسيطرة، يعني جات لنا حالة عن شخص كان عنده وسواس إن هو عند ما بيقرب من أي بنت أو ست بيشعر وكأنه خلاص جسمه أصبح منفصل عنه، وإن جسمه هيتحرش بيها ويبتدي يعمل حاجات وهكذا، فكان يجري. حتى أمه، حتى أخته، حتى عمته، خالته، يعني جارته، أي بنت ممكن يصادف إنه يقابلها في طريق أو في مكان أو في مكتب أو في أي مكان، أي بنت تقرب منه يشعر وكأنه ده فكرة مسيطرة، إن جسمه هو هيفقد السيطرة على الجسد، فبالتالي الجسد هيبتدي إن هو يتحرش بيها ويعتدي عليها، فكان يجري يصرخ، فأصبح بعيد عن أمه وعن إخواته وعن أقاربه وعن كل الناس، أصبح ساجن نفسه سجن بنفسه، يعني هو السجين وهو السجان، حابس نفسه. دي فكرة، اللي حبسه هي الفكرة، اللي تعبه هي الفكرة، اللي مرضه الفكرة. يعني الوسواس أصلا كله على بعضه فكرة، فكرة مسيطرة. طيب ده ببساطة كده. أيوة ده ببساطة. طيب نعالج الفكرة دي إزاي، أو نعالج الوسواس ده إزاي؟ في ناس كتير جدا منتشر الموضوع ده في بلادنا العربية، إن يعني أي حد مصاب بالوسواس القهري يقولوا مس وسحر وكلام كتير كده، وبيدخل في فترات كبيرة كتير في العلاج. وفي نفس الوقت في برضه علاج عن طريق الأطباء النفسيين، وبيكون في علاج دوائي، برغم إن أنا لا أحبذه، يعني أنا مش بفضله. تمام. طالما فكرة يبقى نعالجها بفكرة، ما تدخلش في علاج دوائي. وحتى البرنامج التحسين السلوكي اللي بيعملوه بيبقى ضعيف جدا،
فبالتالي هدخل نفسي في متاهات اخرى، وهلاقي الفتره بتطول وتعب وتعب كل اللي معايا، لان المريض بالوسواس القهري ما بيبقاش هو بس اللي تعبان، ده هو وعيلته واصدقائه وكل اللي يعرفوه تعبانين من اكتئابه وتعبانين من اللي هو فيه وحالته وهكذا. طيب هنقول فكرة، هو طبعا في برنامج علاجي، برنامج لعلاج الوسواس القهري ده بيباع في المؤسسة، لكن انا دلوقتي هقول كمان فكرة. الفكرة دي اي حد بيسمعني عنده وسواس قهري او مسيطرة عليه فكرة تعباه ينفذ التمرين ده، وتدريجيا في وقت بسيط هيتخلص من الوسواس اللي هو عنده. هيحتاج منه إرادة، يوم بعد يوم هو هيلاقي نفسه بيتحسن، يوم بعد يوم هيلاقي نفسه بقى أقوى، يوم بعد يوم هيتخلص من الفكرة، يوم بعد يوم هيكون هو المتحكم في عقله، مش عقله هو المتحكم فيه بأفكاره. وسواس يعني بيهاجمك في كل وقت، شكوك. ممكن تلاقي واحد عنده وسواس انه بيشك في كل أقاربه، في أهل بيته، في زوجته، في هكذا، في أبنائه، شكوك. المهم إن أنا زي ما قلت إن الوسواس فكرة. نركز بقى كده، لما يهجم عليك الوسواس وهو أصلا ملازمك، فبيهجم عليك ازاي؟ ان هو يصحي لك الفكرة في عقلك، فتفضل تفكر فيها وتسترسل تسترسل تسترسل، لدرجة انه ممكن يوصلك لمرحلة الصراع حسب شدة نوع الوسواس اللي عندك. اول ما يهجم عليك الوسواس، نركز، اول ما يهجم عليك الوسواس او الفكرة تظهر في عقلك، اكتم نفسك، اكتمه خالص، اكتمه. انت كده كده مش هتموت، محدش يعني هيموت بالطريقة دي، لانك انت لو وصلت خلاص انك هتموت اكيد هتتنفس، بس انت اكتمه عشان تمرن نفسك على السيطرة على جسدك وعلى عقلك. اكتم نفسك لدرجة انك انت بتلاقي انه كل اللي شاغل عقلك دلوقتي وجسمك انه عايز نفس، عايز اكسجين عشان يكمل دورة الحياة، وانت كاتم نفسك، وجهك يحمر، جسمك يترعش، مش عارف قدرة احتمالك يعني. يعني مش ان انا بقولك اكتمه انك تخلي حد يكتمك يموتك، لا، انت اللي بتتحكم في نفسك، فبتكتمه بقدر استطاعتك. جيت نفسك خلاص لازم تتنفس، تنفس طبعا، انا مش هتموت نفسك عشان تقلق الوسواس. لما تكتم نفسك فعقلك ردد، طبعا انت مش عارف تتكلم بلسانك عشان خاطر انت كاتم نفسك، ردد: انا مستعد اترك او ابطل افكر التفكير ده، بس اتركني اتنفس. كأنك بتكلم حد تاني، كأن عقلك بيكلمك انت، وكأنك انت منفصل عن عقلك وانتوا شخصين قصاد بعض بتحاربوا بعض. تكررها اكتر من مرة: انا مستعد ابطل تفكير في الفكرة دي، بس سيبني اتنفس. وانت بتقولها كررها كذا مرة طبعا، لحد برضو قدر احتمالك، لحد ما تيجي تتنفس، واعمل التمرين تاني وتالت ورابع. الفكرة هتبتدي تختفي، بل هتحس فعلا كأن انت وعقلك اصبحتوا زي عملاقين امام بعض بيتنافسوا مين يسيطر على التاني. فهتبص هتلاقي الفكرة بتروح تدريجي، بل هيجي العقل بعد كده هيخاف يفكر في الفكرة دي. هتقول لي العقل يخاف؟ انت حسسين ان هو انسان وانا انسان، او هو شخص وانا شخص. اقول لك جربها، هتلاقي العقل هيبتدي ان هو يرفض انه يقرب من الجزئية بتاعت الفكرة دي اللي هي الوسواس اللي هو مسيطر عليك، علشان ما تمنعش عنه الاكسجين. الفكرة دي لما اتنفذت حققت نجاح كبير جدا جدا جدا. نقول تاني، فكرة سيطرت عليك دلوقتي، أول ما تيجي الفكرة اللي هي أصلا عندك تعباك بقالها فترة مثلا وسواس قهري، أول ما تلاقي نفسك هتفكر فيها جات لك، حتى لو كانت هتجيلك كل دقيقة، قوم كاتم نفسك، نفسك لحد ما تلاقي عندك رغبة شديدة إنك أنت تتنفس، وعقلك عايز وجسمك عايز أكسجين. قول: أنا مستعد. طبعا مش بتقولها بلسانك، بعقلك، كأنك بتتخيلها، كأن عقلك بيقولها لك: أنا مستعد أبطل تفكير بس سيبني أتنفس. قولها 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 وتنفس على طول. تمام، هتبص تلاقي الفكرة بتتلاشى من عقلك وبتقل. غير كده
اي حاجه في فتره العلاج وانت بتنفذ بقى التمرين ده، اي حاجه يقول لك على عقلك اعمل عكسها، تمام؟ اي حاجه مهما كانت بامرك بيها في الوسواس اعمل عكسها. التمرين ده هيفيدك جدا جدا جدا، وهيفيد ناس كتير. يعني يا ريت حتى اللي بيسمعني ينشره، هيفيد ناس كتير جدا مهما كانت الفكرة اللي عندك دي، مهما كان الوسواس اللي عندك. لازم طول الوقت انك انت تفكر في فكرة الوسواس، ولازم طول الوقت تبحث عن ناس يكون عندهم نفس العرض ده وتتكلم معاهم. لما هتلاقيهم هم بيقول لك نفس الأعراض اللي عندك ونفس الأشياء اللي انت بتمر بيها هم بيمروا بيها، هتبتدي انك انت تدي مصداقية لذاتك انه الفكرة اللي انا بقول عليها سخيفة هي فعلا سخيفة، وانه ده شيء مضحك، تمام؟ في برنامج علاجي في المؤسسة اسمه برنامج علاج الوسواس القهري، ده فيه اكتر من تمرين سحري لعلاج الوسواس القهري، وفي كمان ذبذبات، جلسة ذبذبات بتحصل عليها عشان تنهي الوسواس القهري في فترة كام يوم، تمام؟ دي اللي يقدر ان هو يحصل عليها، ممكن يحصل عليها عن طريق الرقم اللي هو اخره 5 ده، اللي هو 002 عبر الواتساب، يعني 010-2-11-22-085 تقدر تتواصل معاهم تحصل على البرنامج العلاجي، تمام؟ اللي ما يقدرش ان هو يحصل البرنامج العلاجي، نفذ الفكرة دي وركز فيها، نفذها كده وشوف عقلك هيحتاج منك ايه. عقلك هيحتاج منك بص انا خلاص مش مفيش وساوس، مش همسك في فكرة، مش هسيطر، الفكرة اللي هي تعباك دي وقرفاك دي انا مش هفكر فيها تاني، بس ما تمنعش عن الاكسجين. نفذها كده مرة بعد مرة بعد مرة، شوف تدريجي انت ايه اللي بيحصل في حياتك وتتحسن ازاي. طيب تنصحني بايه تاني يا ابو بودي او يا سواح عشان خاطر ان انا ابقى متابع؟ اقول لك انصحك بالحلقة اللي موجودة على اليوتيوب اللي هي طريقة استغفار والاسترخاء، او طريقة استرخاء واستغفار لجلب السعادة والرزق، هتلاقيها على القناة بتاعتنا على اليوتيوب، قناة نظام الطاقة. الحلقة دي هتنفذها كل يوم قبل نومك. دي مش هتفيدك بس في الوسواس، هتفيدك في مسار حياتك كله، هتغير مسار حياتك. الناس اللي متابعانا من زمان اكيد بتنفذها واكيد عارفين خطورة وقوة الجلسة دي. الناس اللي بتسمعنا لأول مرة عشان خاطر علاج الوسواس القهري بتسمعنا من خلال الجلسة دي، انصحهم زي ما قلت بالحلقة دي، حلقة اسمها طريقة استرخاء واستغفار لجلب السعادة والرزق. انت هتسمعها هتغير مسار حياتك، وهتمد جسدك بطاقة إيجابية هيغسل الطاقة السلبية اللي كونها الوسواس القهري في جسدك وفي أفكارك وفي عقلك. الوسواس أنا عارف خطورته وعارف مرضه وتعبه وعارف أثر فيك إزاي وعارف ضرك إزاي وعارف تعبك إزاي وعارف خلاك تعاني إزاي، لكن بفضل الله تقدر عليه، تقدر تمحيه، وتقدر تتخلص منه ببساطة شديدة جدا جدا جدا. نفذ الفكرة دي، أو للناس اللي تقدر تحصل على البرنامج العلاجي تحصل عليه، هيتخلص من وش الوسواس القهري كله، وهتصبح أنت اللي بتقهر الوسواس في خلال أيام. كان معكم أبو بودي من مؤسسة النظام الطاقي أو شعور سواح. تقدروا تتواصلوا معانا، ما تنسوش تضغطوا اشتراك في القناة عشان أي فيديو أي حلقة جديدة توصل لكم تلقائي وتقدروا تشاهدوها. تنسوش كمان تبعتوا كلمة اشتراك على واتساب على 002-010-2-11-22-085 علشان خاطر يوصل لكم كل جديد من مقالات، من فيديوهات، من حلقات، أو حتى إعلانات عن كورسات جديدة. شكرا ليكم، وانتظروني في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.